رفع معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي باسم أعضاء المجلس أسمى آيات الشكر والتقدير والامتنان إلى القيادة الحكيمة على دعمها المتواصل للمجلس الوطني الاتحادي ورعايتها الكريمة لكل أعماله ومتطلباته، مما كان له أبلغ الأثر في تمكين المجلس من القيام بدوره الدستوري والبرلماني على الوجه الذي نتمناه دوما. جاء ذلك في كلمة لمعاليه خلال الجلسة 14 الختامية للمجلس الوطني الاتحادي من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي 17 التي عقدها اليوم في مقر المجلس بأبو ظبي برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس. وافق خلالها على مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2008 بشأن الأرشيف الوطني الذي يهدف إلى نقل اختصاصات المكتبة الوطنية من وزارة الثقافة والشباب إلى الأرشيف الوطني. بحمد الله وتوفيقه نختتم اليوم ومع انتهاء أعمال جلستنا 14 دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي 17. يسعدني ويشرفني بهذه المناسبة أن نبعث باسمكم جميعا بأسمى آيات الشكر والتقدير والامتنان إلى قيادتنا الحكيمة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله، وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات.